السلام الله عليكم. وصفة القلب لأحبائي من القلب، لإلكم كلكم، لأنه من نريح بالكم من نريح قلبكم. وصفة بسيطة خفيفة، بتبلش في الفترة الصباحية، بنصحى من النوم بنعمل نحط شوية نعناع زي هيك في نصف كأس من المياه، وبنضيف عليها مياه ساخنة للنعناع، وبنصبر تا يفطر، بنحط عليه ملعقة عسل وبنشربه. بعد 10 دقائق بنحضر سلطة. السلطة هاي لازم يكون عليها شوية زنجبيل، مش كتير، والأفضل الزنجبيل الفريش الطازة، بنقطع قطعتين ثلاثة فقط في السلطة هذه. لازم يكون موجود نصف حبة ليمون نعصرها على السلطة هذه. لازم يكون في عنا ملعقتين من السمسم أو ملعقتين من الطحينية، أي السمسم المطحون أو زيت السمسم. لازم يكون ملعقتين من زيت الزيتون على السلطة هذه. لازم يكون 3-4 فصات ثومي على السلطة هذه، نقطعهن ونحطهن على السلطة. وممكن عشان تخلوها يعني شوية قابلة للاستخدام يعني طعما، تحطوا شوية مية لازم تحطوا عليها، وتضيفوا عليها شوية خيار أو خضروات تانية من اللي بتحبوها، بقدونس، كزبرة، خس، أي شيء متوفر أخضر. هذه الوصفة تأخذ كصحن نستهلكها، لأن فيها كل المواد هذه الفعالة لإزالة التجلطات اللي في الشرايين، لإزالة التجلطات اللي في الأوردة، إزالة الاحتقانات، ضبط عملية الضغط، تخفيف لمرض السكر. بالمناسبة بتاخدوا عملية تخفيف للوزن وحرق سعرات هوائية، سعرات بشكل كبير عن طريق هذه الأكل. هلأ ما وقفنا عند هيك، أخذنا السلطة. بعد ما أخذنا السلطة هذه بدنا نشرب لنا كاسة يانسون. يانسون، اليانسون بنحطه على النار، بنخليه يغلي 10 دقائق، بعدين بننزله عن النار وبنحط عليه قبل ما نشربه بشكل فاتر. بعد السلطة هذه بنحط عليه ملعقة أو ملعقتين من الليمون وبنشربه. وبعد ما ناخذ كل هالعملية هذه بنطلع مشوار هيك نصف ساعة، أو إذا حوالين البيت أو في الغرفة في البيت، وبنعمل عملية هرولة أو مشي لمدة من 15 دقيقة لنصف ساعة بعد أكل الأكلات هذه. هلأ المشي والهرولة بده يحتوي على تمارين تنفسية، يعني بدنا كل دقيقة دقيقتين وإحنا ماشيين نرفع إيدينا لفوق شهيق ونحن